بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة مش عارف أقرأ كلمة ولا أقول مشاعري وأقول يعني إحساسي باليوم ده. ف يعني عايز أقول أنا من الناس اللي حضرت الأحداث وشافتها وهي بتتعمل، يعني شفت الأحداث وهي بتترتب بشكل أو بآخر يعني. وزي ما أنتوا شفتوا كده، يمكن تحت الاحتفال كله وكل البرنامج بتاع النهاردة بيعكس حاجة واحدة بس، إن مهما كانت الصعوبات اللي بتقابلنا ومهما كانت الظروف الصعبة اللي احنا بنواجهها، بفضل الله سبحانه وتعالى الأمور بتعدي. في تمن، زي ما اسم الندوة النهاردة التمن، في تمن، تمن كبير قوي الدفع. والتمن ده في أسر، أنا دايما أقول الكلمة ديت وتكراري له هو عرفان، تكراري للكلام هو عرفان، عرفان للأسر اللي موجودة معانا دلوقتي واللي حتى مش موجودة، إن التمن ده تمن كبير جدا عندكم وكمان كبير جدا عندنا كلنا، مش عندنا بس. أفتكر يعني عند كل المصريين اللي بيشوفونا النهاردة على في التلفزيون وبيشوفوا المشاهد ديت، بيحسوا قد ايه ان في تمن كبير قوي اتدفع عشان البلد دي تبقى في امن وامان وسلام. ومهم قوي ان مش الرساله بس للمصريين الطيبين، وحتى للاشرار. لما حصل الكلام ده من سنين، كنا بنقول ان الموضوع ده في يوم من الايام هينتهي، ومفيش إرهاب بيهد بلد لو كانت البلد دي على قلب رجل واحد، مفيش. في تمن وفي وقت كبير بيضيع وفي مقدرات وتكلفة غير الأرواح بتتقدم من البلد دي، لكن أكيد اليوم هيجي لنهاية، واللي احنا شفناه وكنا بنشوفه كل يوم على مدى تقريبا 10 سنين. أنا خليني هكلمكم على كشاهد عيان إزاي الموضوع ده حصل، وهقوله لكم عشان تعرفوا إن مفيش حاجة بتتعمل والدة اللحظة. ده فكر وخطة وترتيب وإجراءات بتتعمل عشان في النهاية ندخل احنا في اللي احنا دخلنا فيه ال10 سنين اللي فاتوا. وانا مش بقول حكاية، انا بقول لكم وقائع. كنت انا نائب مدير المخابرات في 2009، فكنا بنعمل لقاءات عشان مناقشة الوضع الامني في سيناء، وانا بقول الكلام ده لكل المصريين وللظباط الصغيرين اللي موجودين فوق، وحتى للظباط الشرطة كمان. فكان ما بقولش سر ولا حاجة، لكن كانت اللقاءات ديت بتتعمل، وكان ساعتها مدير المخابرات اللي هو مراد موافي، وكان رئيس جهاز الأمن الوطني ساعتها أو كان اللي هو حسن عبد الرحمن. فكنا بنناقش الوضع، فكنا شايفين ان خلال 7 سنين اتشكلت بنية أساسية ضخمة في شمال سيناء. البنية الأساسية دي عبارة عن مخازن للأسلحة والذخيرة والمفرقعات، وأيضا بنية بشرية كبيرة للموضوع للسيطرة. وكانوا ساعتها لو انتوا رجعتوا
على مواقع التواصل هتشوفوا ان انا بتكلم على 2008 او 2009، هتشوفوا ان هم كان في افلام لهم وهم بيعملوا عروض اكنهم خارج الدوله يعني. وكان الكلام ساعتها ان في مشكله كبيره موجوده في سيناء، وكانت المشكله ديت يعني ان اللي موجود هناك الكتله اللي اتشكلت دي على مدى السنين اللي قبل 2008 و7 و6 يمكن و5 بقت محتاجه جهد وعمل عسكري كبير، مش بس بالشرطه، لازم الشرطه والجيش تتدخل عشان تحل المساله ديت. ف ما حصلش. ما كانت طبعا في ظروف وفي اتفاقيات، فكان الموضوع او الموضوع ان القوات اللي موجوده قوات شرطيه محدوده والقوات بتاعت الجيش موجوده على الخط الف بس يعني. ف وفضل الموضوع كده، وبانت المؤامره بابعادها الكامله في 2011، والناس مشغوله في الميدان، كان بيتم تخريب تواجد الدولة المصرية هناك والقضاء عليه، إقسام مديريات كل ما يتعلق بمصر، وتعمل ولاية وتعمل قضاء شرعي على قد تعبيرهم يعني، وحاجات من هذا القبيل. يوم 28 يناير كان خلاص بقى نتيجة التعدي ده بقت الأمور خارج السيطرة. ف الله يرحمه سيادة المشير، قلت له يا فندم احنا ممكن تبقى في مشكلة كبيرة جدا لو الأمر استمر كده، لأن هم ممكن يعملوا عمليات عبر الحدود ضد إسرائيل، فلازم إسرائيل هترد، وطبعا دي هتبقى مشكلة كبيرة جدا ممكن تؤدي إلى صراع كبير قوي، وده ممكن يكون هو هدفهم في النهاية يعني. كان القرار ساعتها من سيادة المشير إن احنا ندخل بقوات، عملنا الإجراءات المطلوبة مع الإسرائيليين في الوقت دوت، واتصلت بيهم قلت لهم احنا محتاجين ندخل قوات دلوقتي في المنطقة في العريش ورفح والشيخ زويد عشان نسيطر على الموقف هناك. الحقيقة عشان ده بسجله للتاريخ يعني، ان هم كانوا متفاهمين ده، كانوا متفاهمين ده وما كانوش يعني الحقيقة كانوا قالوا يعني بس ادونا خبر القوات اللي هتبقى موجودة قد ايه ونسقوا معانا يعني. واستمرينا من الوقت دوت لغاية يمكن لغاية دلوقتي، بس يمكن حجم القوات اللي كان موجود خلال الثمان تسع سنين دول من 2011 لغاية النهاردة زادت القوات كل مرة عشان نتعامل مع التحديات اللي موجودة هناك. أنا بحكي الحكاية ديت ليه؟ عشان أنا في لقاء سابق قلت خلي بالكم، اوعى عينيكوا اوعى عينيكوا تغفل أو تنام على حاجة في جوه مصر. وكمان مش بس كده، كمان ننتبه على أي حاجة ممكن تمسنا بره مصر. أنا عايز أقول للشعب المصري كله كان عندي خيارين لما توليت المسؤولية. خيار إن أنا أشيلكوا الهم وأخلي الموضوع معاكم، وزي ما قلت مرة قبل كده أو مرات يمكن، وإن احنا نوقف كل الأعمال ونعمل حشد إعلامي ضخم على الحرب اللي بتتم هناك.
الحرب اللي هناك حرب ما كانتش بسيطة يعني. وإحنا لو جبنا لكم الأفلام مش بتاعتنا إحنا، عشان ما تقولوش إن إحنا اللي يعني تصويرنا، لا لا لا، اللي موجود على النت، وتشوفوا حجم الخسائر وحجم الدمار وحجم الخراب اللي اتعمل والناس اللي ماتت. أنا والله لولا رأفة بيكم أوريكم فيلم واحد، والله العظيم أنا بقسم بالله، أنا متهيألي كل المصريين ما هتنام لو أزعت لكم الفيلم ده على اللي كانوا بيعملوه وده متصور فيلم واحد. فكان عندي خيارين، إن أنا أشيلكوا الهم وحرب بقى بنحارب ونحشد كل الجهود بتاعت الدولة للحرب وما فيش حاجة تاني، لكن إحنا ما عملناش كده. طب ليه ما عملناش كده؟ الرأي الأولاني ده رأي السياسة، الرأي اللي هو تقدير موقف سياسي، طب نعمل إيه؟ حشد الرأي العام وراء القيادة السياسية في مواجهة الإرهاب اللي موجود، وده يبقى غطاء لأي حاجة لغاية لما الأمور تتحسن بقى. ده شكل. وشكل تاني إن هو يعني إنه يجري بكل همة وكل ما أوتي من قدرة هو وزمايله لإنهاء المشكلة دي وكمان بناء البلد اللي هي كانت ظروفها صعبة جداً جداً، وتزايدت الأمور ديت بالأوضاع بتاعت 2011 و12 و13 وكده يعني. احنا خدنا الطريق التاني، كان في ناس ولادنا بيحاربوا هناك وبرضو البلد بتحارب هنا معركة تانية، عشان الأمور، عشان مش معقول هنقعد. إذا كنا بنقول دلوقتي إحنا الحمد لله الموضوع ده نقدر نقول، وأنا بكرره بقالي أربع، دي رابع مرة أقول فيها ده، الحمد لله إحنا أنجزت هذه المهمة بنجاح. بالمناسبة بعد ما سمعوني من إن أنا قلت الكلمتين دول، فراحهم احنا بنسمعهم برضو، فقالوا ايه طب نعمل لهم عمليه بقى عشان ايه، عشان ناكد ان احنا عايزين يجوا من بره يعملوا عمليه عشان ياكدوا ان احنا لسه موجودين. فعشان كده احنا لازم نبقى دايما منتبهين، وزي ما بيقولوا كده يفضل السلاح صاحي، يفضل السلاح صاحي. السلاح ده أنا عمري ما كلمت في العلن كده، ودايما كنت لما بقولها كانوا الناس بتوع يعني المسؤولين على الإعلام يروحوا شايلينها من يشيلوها من المقطع بتاعي لما تيجي تكون متسجلة. مش هيقدروا يعملوا كده دلوقتي، مش هيقدروا يعملوا كده دلوقتي. صحيح شوفوا، كان كل شهر على الأقل على الأقل مليار جنيه لمدة 90 شهر، على الأقل لمدة 90 شهر أو أكتر، احسبوا من 2011 لغاية النهاردة كم سنة بكم شهر، كل شهر بمليار جنيه. أنا بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ في يوم زي كده، لأن أنا أتصور إن إحنا كلنا متأثرين جداً بالحالة اللي الأسر، سواء كانت زوجة أو أم أو أب أو حتى أبناء، يمكن اللي بنتبه منهم بيبقى واخد باله يعني. فإحنا متأثرين زي لأنهم إحنا بشر يعني، ودول أولادنا وأهلنا يعني. لكن عايز أقول لهم مش ليهم هم، ليكم أنتوا، للناس في مصر، في ثمن كبير قوي قوي الدفع بخلاف دم الشهداء والمصابين اللي اتصابوا. يعني هان عليهم أرواحهم يعني. فلما بجد إن إحنا بنتكلم في موضوع يعني عن الدنيا اللي إحنا فيها وحياتنا، وده أمر طبيعي يعني،
أقول بس يا جماعة ده في ناس ما بتنامش وفي ناس بتموت أو بتستشهد يعني عشان إحنا نبقى في سلام. مهم أوي إن هم يشعروا وإحنا بنعمل كده إن إحنا هم الأهالي ديت تشعر إن التمن والتقدير من جانبنا كلنا كبير، إحنا مقدرين ده. وأنا قلت الكلام ده مرة قبل كده برضو، قلت إن إحنا عايزين نبقى أكثر صلابة. أكتر من كده أيوة. ليه؟ لأن التحديات اللي قدامنا كتير ومش هتنتهي. بناء دولة واستعادة مكانتها أمر ليس باليسير. بناء دولة فيها 100 مليون و5 وأكتر من 6 مليون من الضيوف عايشين وسطينا هنا واستعادة مكانتها في التعليم وفي الصحة وفي كل شيء أمر مش بسيط، أمر محتاج جهد ومحتاج تضحية. وبدأت المعركة معاهم، وكان كتير مننا بيقول إمتى تخلص. كنا بفضل الله عارفين إنها هتخلص، بس بدم الناس. بالمناسبة إحنا هنعمل مش بس الاحتفالية، إحنا هنعمل معرض للحرب ديت. هنعمل معرض للحرب ديت، هنوريكوا الحاجات اللي كانت موجودة اللي بقيت يعني، بس مش قليل ده، كتير قوي قوي، من سلاح وزخاير وأجهزة اتصال وكل ما تعنيه معدات حرب. يعني الموضوع هناك ما كانش بسيط. الناس متعودة أنها تشوف الحرب اللي هي يعني يصوروا دبابات وطائرات بتضرب وبتاع زي الحروب التقليدية يعني، لكن الحرب دي كانت صدقوني أكثر شراسة، لأن العدو التقليدي أنت عارفه بتشوفه وتقدر تتعامل معاه وجها لوجه، ده ما بتشوفوش، ده مستخبي وسطينا بلبسنا وحالنا يمكن. وبعدين يوم بخسة وجبن يهاجمك ويجري، وطبعا الناس بتبقى ما يعني موجوعة على ولادها وعلى مستقبل بلدها. فالحمد لله رب العالمين، في المعرض ده إن شاء الله هنوريكم صور بالاسم لكل اللي كانوا مجرمين هناك، بالاسم، الاسم والصورة، الاسم والصورة لكل مجرم من المجرمين دول. اوعوا اوعوا الموضوع ده يتكرر تاني، اوعوا يا مصريين تتسببوا مرة تانية في خراب بلادكم. الكلام ده اتعمل لما البلد فكت في 2011، وهفضل أكررها لكم، وهتحاسب أمام الله سبحانه وتعالى على الكلام ده. الكلام ده حصل لما البلد فكت في 2011. علموا الكلام ده في المدارس، وعلموا الكلام ده في الإعلام، وعلموا الكلام ده في الكليات. ده أمر مهم قوي، تدمير الدول من الداخل، تدمير الدول من الداخل. ده فكر وعلم وأرخص على اللي بيعملوه، أرخص تكلفة، تكاليفه قليلة قوي إن أنا أدمر بلد بأهلها. ودايما هيبقى موجود الكويس واللي مش كويس. مش عايز أطول عليكم أكتر من كده، أطمنكم إن إحنا الحمد لله بخير وسلام وبأمان، وكل يوم أفضل من امبارح. إذا كانت الناس هتتصور إن أزمة اقتصادية زي اللي إحنا بنمر بيها هو ده القياس الحقيقي للدولة المصرية، أنتوا بتظلموا القياس. أنا بتكلم بصراحة يعني، إذا كنت هيبقى القياس بتاعنا إن إحنا نقول طب ظروفنا الاقتصادية أخبارها إيه؟ طب وإحنا في 2012 كنا عاملين إزاي؟ طب و2013 كنا عاملين إزاي؟
مهم قوي ان احنا مش ما ننساش، نبقى عارفين ان الحالات ديت معناها ان الدولة كانت خلاص يعني مفيش، وكان ممكن قوي البلد دي تدخل حرب أهلية ونقعد كده بقى سنين طويلة. ودايما اقول الكلام ده ويقول لك انت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ اقول لكم يا جماعة ده ربنا سبحانه وتعالى بيقيم الحج علينا. يعني ايه بيقيم الحج علينا؟ انت عندك الأمثلة حية لغاية دلوقتي، لغاية دلوقتي وانا بتكلم في دول دخلت ما خرجتش، لغاية وانا بتكلم يعني انت مش محتاج يعني ان انا اقول لك الكلام ده واقول لك ده يعني انظر لك يعني، لا ده الموضوع كله قدام عينينا، وربنا اراد للبلد ديت بفضل من عنده ان هو ما تخشش. ليه ما تخشش؟ هو ربنا بقى هنعمل ايه يعني، هو ربنا اراد كده رغم كل التخطيط رغم كل المكر لكن إرادته كانت سبحانه وتعالى إن هي تنجى ونجت بفضل الله سبحانه وتعالى. بوجه التحية لأسر كل الشهداء ولكل المصابين اللي موجودين معنا هنا أو حتى اللي موجودة في بيتهم، وبنقول لهم دايما عهدنا معاكم إن إحنا أبدا إن شاء الله لن ننساكم، وده أقل حاجة ممكن نعملها مع يعني عشانكم، لكن العهد الأكبر إن إحنا هنخلي تمن زي ما كانت الندوة بتتكلم النهاردة، تمن أبنائكم ودمائهم اللي قدمت والإصابات اللي تمت هو ميلاد دولة تفتخروا بيها لأبنائهم وأبناء أبنائهم إن شاء الله. آخر حاجة أقولها لكم، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.